زيارة الإسماعيلية لازم نيجي الجامعة. عشان لسه بس نقص في لعبة الكل مع الجامعة. في مجال التدريب بشكل جاد، واحنا محتاجين ان احنا خلال المرحله اللي جايه ان احنا نركز مع ابناء محافظه الاسماعيليه على ان احنا ننشط التدريب من خلال مركز تدريب المستقبل، وبيبتدوا يعملوا ويجهزوا دورات عشان ينشروها على ابنائنا وبناتنا في محافظه الاسماعيليه، بحيث ان احنا من خلال هذا التدريب نقدر ننتقل باولادنا الى الوظائف المناسبه دي. إذا كل واحد فينا بذل من الجهد عشان يقدر ينجح وينجح المجتمع المصري والدولة المصرية، كلنا لازم ننجح. أهم حاجة إن إحنا ما نبقاش بنشتغل بالفردية، يعني أقول أنا عملت، لا، إحنا كلنا بنعمل مع بعض. ما ينفعش أنا أشتغل من غير معالي المحافظ، من غير الجامعة، من غير ده، من غير ده، من غيركم، تمام؟ لازم كلنا نبقى لينا هدف واحد هو الدولة المصرية. يعني في مؤشرات بتنتقل، ففي ترتيب على مستوى الحكومة كلها بيتعمل من ناحية البنية التحتية والإلكترونيات والرقمنة، كل ده المفروض إن في مركز تدريب بيتعمل، هو لسه ما خلصش. ياسر المركز التدريب بتاع قناة السويس، بتاع اللي كنا اتفقنا على ان احنا هيتعمل، هم هيعملوه بالكاميرا الالمانيه، خلص ولا لسه؟ لسه ما خلصش. مجرد ما يخلص هنبتدي احنا، هنشوف مع قناه السويس النهارده مع الولاد ومع الشباب على ان احنا ننشئ، ومع الاجهزه ان احنا ننشئ هذه المشروعات. بعد كده متابعه المشروعات دي خاص بالجهاز. يمكن احنا كنا بنتكلم مع معالي المحافظ الصبح ان احنا عايزين برضو نخلي الجهاز والجهات المعنيه بالمشروع يبقى في عندها جهاز للمتابعه. ليه المتابعه؟ لان الشباب لسه عظمه اخضر، محتاج حد دايما يبقى عينه عليه في الاول سنتين ثلاثه يوجهه، اوعى خد بالك من دي عشان المعوقات تقع من قدامه، يقوم احنا نضمن له سبل النجاح بنسب مرتفعه جدا. انك تطلعوا بمشروع. طيب الفكره العامه ايه؟ المليون مشروع دول اول ما بيبتدوا بواحد او اتنين، يعني بيتكلم في 2 مليون بني ادم. ادي 2 مليون بني ادم اول ما عملنا المشروعات. مساله النمو بقى والتنميه في المشروعات بنسبه 10%، يعني كل سنه هيبقى عندي نمو 100,000 مشروع هيحصل فيهم ايه؟ إضافة للعمال. لو ال 100,000 مشروع ضافوا 10 عمال كل مشروع، يبقى ضاف في السنة عندي 1,000,000 عامل، وده اللي أنا عايزه. عايز يبقى في نوع أو أفكار استمرارية لاستقبال العمالة المصرية، وده يعني اللي بفوته. أي أفكار تانية برضو بنستوعبها. زي ما احنا بنقول دايما، احنا النهاردة في ملتقى للمشروعات، يعني احنا انتقلنا من مسألة التوظف الى المشروعات. ليه؟ احنا بنحلم ان يكون عندنا 1,000,000 مشروع صغير جديد. احنا عايزين الشباب نبتدي. يمكن احنا عاملين مع الجامعة بروتوكول على ريادة الاعمال عشان نقول لولادنا خدوا بالكم، النهاردة يجيب صاحب العمل من خلال المديرية ويقعدوا معاه ويشوفوا ما مدى امكانياته واستيعابه العدد قد ايه، وندخل العدد اللي نقدر عليه. الكلام ده بيتعمل في كل محافظات مصر. مش هي النسبة الكاملة، لكن بناخدها تدريجي. لما نصل في النهاية ان احنا نكتمل، بالتأكيد ده ممكن يكون على سنة او على سنتين. ده اللي احنا بنعمله مع كل القطاع الخاص، تمام؟ حتى القطاع العام النهاردة بينظر في دي بعد صدور القانون واللائحة التنفيذية، ابتدى ينظر في ده وبيعملوا احصائيات عشان برضو يستكملوا هذا الكلام. اللي عنده نقص يبتدي يستكمله. صلاة هي المشرفة على تهيئة هذه البنية عشان لما ننتقل يبقى التشغيل كله رقم ان شاء الله. حضرتك سيادة الوزير.